تليجراف مصر، اهلا بكم معانا محافظه دمياط، معكم منى عبد الله. بنتابع معاكم جلسات محاكمه المتهمين بقتل محمد. محمد كان عامل دليفري في بدايه عمره، اشترى يعني موتوسيكل بالتقسيط عشان يشتغل عليه دليفري زي اي شاب بيبدا حياته بمشروع صغير عشان يكون نفسه ويساعد والدته اللي كمان هي بتسعى هي واخوه علشان يكونوا مستقبلهم. ولكن فوجئ محمد بان في بلطجيه طلعوا عليه وحاولوا ان هم يسرقوه بالاكراه، قتلوه وسرقوا منه الموتوسيكل بتاعه اللي لسه كان بادئ بيه مشروعه. تفاصيل كتير هنعرفها في هذا اللقاء من امام مجمع محاكم دمياط في جلسات محاكمه هؤلاء المتهمين بقتل محمد. اهلا بك. حصل محمد يقول لي كان نايم يجي بقى له يومين ثلاثة قبل الحادثة، فطبعا جاي له دور برد من كتر ما بيمشي بالمكنة في أي وقت، فواخد دور برد. فبقول له أقول لك يومين ثلاثة يا محمد على ما الدور يروح، يقول لا بس أنا نقصت ما ينفعش أقعد وعايزة إن أنا أنزل الشقة. وكل ما ينزل يلاقي دخو تعب ومش قادر يواصل الشغل، يقوم راجع قعد يومين ثلاثة مش عارف ينزل من البيت. المهم صاحب المكنة اتصل بيه وقال له يا محمد هات القسط، قال له يا أستاذ مش فاكر اسمه أسامة، والله ده النهاردة الجمعة، هينفع يا أستاذ أسامة تسيبه لبكرة عشان أنا تعبان قوي؟ قال أنا بستناك يا محمد، أنا فاتح عشانك النهاردة تجيب لي القسط لأن ميعادك النهاردة يوم 20 قسط المكنة، ده تاني قسط ليها. قام لابس ونازل راح يدفع القسط. طبعا طبعا قام نازل يدفع قسط المكنة. طب نزل يدفع قسط المكنة، طبعا ايه لقيت اخوه بيقول لي انا كنت معترض اقول له ما تنزلش انت تعبان، قال لا لازم انزل معاه النهارده هو بيستناني لازم انزل. قام فوق نفسه وقام نزل يدفع القسط. بعد ما لقيت اخوه بيقول لي ده ابنك اتثبت والمكنة اتاخدت منه لان ابن عمته اتصل بيه. قال له يا مسعود ده المكنة ده اخوك اتثبت والمكنة اتاخدت منه. معلوش بقى على اللي حصل التاني. فبقول له قلت له يا نهاري ده والله المكنة دي روح محمد، ايه انت زمانه عامل ايه دلوقتي ونازله على مالها وشي وراح ايه ابلغ. طبعا وانا ماشيه في السكه راح الحكومه ابلغ، قامت عمته متصله بيا ما انت فين؟ قلت لها انا راح ابلغ ما كانت محمد ابني سرقت وزمان وضعه ايه دلوقتي مش عارفه، فانا راح ابلغ. قالت لي ابنك مات يا اما. قلت لها ابني مات ابني محمد، وقعدت اصوت في الشارع وقفت العربيات كلها ما سبتش حد يعدي. وقلت لهم ابني مات يا عالم، ابني اتقتل يا عالم، حد يجي معايا يشوف ابني. خدوني بعد ما كنت داخله المحكمه بلغ طبعا ايه واحد جه قال شوف هو عايزه ايه، وقاموا جايين معايا ودوني اشوف محمد. رحت بقى اشوفه لقيت طبعا عايم في دمه ونام في لا في الطريق، دكتوره على الطريق لحقتيه قبل ما ينقلوه المستشفى. ما هو دمه سايل بقى ينزل شر من بين ايديا كده، يا محمد يا محمد دماغه متدغدغه، هم فاتحين دماغه بالساطور فاتحينها قعدوا يعفروا معاه وانتوا له زغده هنا وزغده هنا وزغده هنا عشان يسيب المكان. طبعا قال لهم خد رايهم ما تسيبوش دماغ على انهم يزهقوا ويمشوا. هم طبعا ما يعرفوش، انا اتبهدلت وزبوني بقى وامشوا، انما من وكان في اتنين عمالين يحيوا كده اما نشوف مين اللي هيغلب عشان العربيات اللي معديه ما تقولش ده في ناس بتتشاكل. في ناس شافته في اتنين واقفين حوالين منه بيسقفوا، اللي هو يعني ناس جت قالت لي ها احنا ناس جت لي وصلوا لنا البيت، انا وانا معدي لقيت ناس بتسقف فكرتهم بهزروا والله. ففعلا كان في ناس واقفه اللي هو بتعمل شوشره كده. اللي طبعا العيال دي اصلا معترفه في النيابه اساسا ان هم لفوا على الطريق ده 4 مرات رايح جاي عشان يشوفوا مين الضحيه بتاعتهم. لما شافوا اخويا كانوا هم في الطريق الثاني واخويا في الطريق ده، عدوا مكانته من على الثلاث ورا وجروا وراه، اخويا ما عارفش ان حد بيجري وراه، حصلوه على الطريق بتاع الكوبري الدولي ده. طبعا محمد الله يرحمه كان صعب انه يسيب المكنه شويه يعني فاهماني، اللي هو دولت لما وصلوا له بقى انا المكنه اللي باكل عليها عيش وبرزق بها وعندي التزامات، يعني هو عنده التزامات مثلا لاقساطه او قسط مكانته، عنده التزامات كتير والله يرحمه، كان عليه مسؤوليات تقيله اساسا، حمل كان تقيل شويه. فالمكنه بالنسبه له انا عندي 27 سنه واخيرا يعني المكنه لسه جايبها بقى لها شهرين، هو عنده 27 سنه الله يرحمه، المكنه بقى لها شهرين وياه وهسيبها لهم بسهوله، يعني هو ما صدق ان هو يمتلكها اساسا. قبل منها قبل المكنه دي كان مش مأجر مكنه ب 50 جنيه اليوم، كان نص شغله يعني يشتغل ب 160 جنيه وب 170 جنيه،
على حسب، مثلا يوم مثلا 100 جنيه يسيبها للاقساط اللي عنده، و50 جنيه ياخدها يدفع ايجار المكنه، والفكه يحط بها بنزين، فما كانتش بتوفر له. كان حلم حياته انه يجيب مكنه اصلا يمتلكها بتاعته، وطلع عينه على ما ربنا كرمه وقدر ان هو يجيب مقدمها وخلاص. رحنا معاه، رحت انا وهو ودفعنا المقدم وجبنا المكنه وجينا. اول شهر لها المرور اخذها منه، قعدت شهر عند المرور، يعني هي بقى لها شهرين معانا من ضمنهم شهر عند المرور ممسوكه. عم اتمكن من ان جبنا فلوسها برضو، اللي هو نعرف نرخص المكنه ونعلق لوح بتاعتها بقى منمره والكلام ده. شهر ده هو كان مش مرتاح في الشهر ده، طلع عينه اشتغل ورديتين ليل ونهار، عايز طلع عينه شغل. قعدوا شويه، قعدوا اسبوعين، الحمد لله الحكومه كانت شايفه شغلها صح وقدروا يجيبوهم، بس الخوف دلوقتي من المحاكمه بتاعتهم. طبعا احنا بنتمنى لهم الاعدام، فطبعا الموضوع هادي كده وحاجه ما تريحناش، يعني احنا خايفين على حقنا بصراحه. يعني طبعا اعدام الناس دي عرضت ملايين، لو انا نفسي في حاجه تانية كنت اتصالحت معاهم. احنا عايزين لهم اعدام، طبعا اعدام ثم اعدام، ينطلب طبعا من القضاء العادل بتاعنا اللي هو اعدام، يعني اعدام خلاص من كل مسؤول يقدر يعمل حاجه، اللي بيقولوا حاجه ما ياخرهاش، لان اللي بيقولوا حاجه في زي دي يعني وما يعملهاش ده ربنا هيحاكمه، ربنا هيحاسبه على حاجه زي دي يعني. عرضوا علينا واحنا رفضنا طبعا. المفروض ان يعني اللي بقيله حاجه خلاص، انت ربنا ادالك السلطه ديت عشان تمنع وباء زي ده، يعني دول لو خرجوا من الحبس اللي فيه ده هيأذوا ناس تانية وثالثه ورابعه. اللي مش بدافع عن حقي بقى، بس دلوقتي انا بمنع مصايب هتحصل، انا مش هسيبهم الا في الاعدام، مش هتهود معاهم باي حال من الاحوال. هم سرقه بالاقراء، العيال دي لما وصلت لاخويا، اخويا لما خدوا منه المكنه غصب عنه وكتروا عليه وضربوه، خد مفتاح المكنه وهو نازل، وكان في شنطه متعلقه على كتفه، نزلوا فيه ضرب، يعني لما جينا منهم خطوتين كده 2 متر سكينه في دماغه من ورا دماغه فتحه جامده مغرقه الطريق دم، طريق الاسفلت اللي كان اخويا نايم على الاسفلت كده في دم حوالين منه كتير كتير. ولما هو على الارض المفتاح بتاع المكنه كان في ايده، ماسك المفتاح جامد طبعا، كان هو مثبت ما هي مكانته مش هيسيبها بسهوله. بقول لك 27 سنه واخيرا امتلك مكنه ياكل عليها عيش وعنده التزامات، فرح اخوات البنات كان اقل منها ب 40 يوم قبل الحادثه، هو ملتزم باقساط لهم وانا ملتزم باقساط، واحنا كلنا شايلين مسؤوليه سوا، ما فيش حد حمله خفيف، يعني حملنا تقيل. اجى هو اللي في موقف زي ده ماسك المفتاح، هم عايزين ياخدوا المفتاح من ايده، ادوا له خبطه بسكينه جامده في ايده، وفي خبطه في صدره، وفي خبطه وهو بيجري واخدها في دماغه جامده. فده قتل عمد وسرقه بالاكراه وسطو مسلح وعصابه، طبعا دولت اعدام، دول المفروض ما ياخدوش حاجه اقل من اعدام. 7 محامين وياهم لما هم مبسوطين وعندهم مزارع مواشي والناس مبسوطه وما تدري، ويعني ان شاء الله ده اكيد كله اصلا من الحرام كده فعلا من نبت علشان شاح عليه. دولتي عارضين الملايين دي، طب انت اللي مطلعها كسر وانا عندك ملايين كده، يعني هو مرض في ده، هو تعود الملايين ده هيصرفوها على المحاميه. فانا طبعا خوفي على حقي بقول اهو، انا عايز حقي، احنا عايزين بنطلب من القضاء العادل وبنطلب بالقصاص، دول ما ينفعش غير اعدام من كل مسؤول طبعا. الامانه المسؤوليه اللي يعني اللي انت صوتك او تحكمك ده حاجه ربنا اداك مثلا ان انت تقدر هون تعمل حاجه، ده بقى دورك مهمتك هون، تعالى شوف هتعمل ايه. دول احنا الوقت لنا حق وعايزين دول تتعدموا، ولازم القضاء العادل يحاكمهم محاكمه عادله. فطبعا بنطالب طبعا كل المسؤولين طبعا، هو احنا في اواخر الجلسات ما عادش وقت، هم بيتحاكموا بقالهم فتره والموضوع هادي ودمنا محروق والله العظيم، موضوع يعني مش اللي ما ينفعش يهدى اكتر من كده، موضوع هادي ما فيه الكفايه. انت حضرت الجلسات اللي فاتت؟ انها حاجه عاديه. حضرت الجلسات اللي فاتت شفتيهم؟ هل حصل مواجهه ما بينك؟ يا ريت كنت واجهتهم، ما شفتهمش. كل مره باجي عشان ما انا شفتهم حتى نخش الجلسات فعلا. مش خالص. كنت هقول لهم جالكم قلبكم تقتلوا واحد شاب زي ده، الطيبه على وشه ابيض من الطيبه وقلبه الابيض. محمد كان اللي في ايده ما هوش ليه، عمره ما فكر يأذي حد. شاف حد تعبان يقف جنبه، شاف حد غلبان يقف جنبه. ربنا يصبر قلبك يا رب، ربنا يصبر قلبك ويرحمه. ولكن احنا عندنا كل الثقه في القضاء المصري العادل انه يجي يرجع لك حق محمد، ويكونوا عبره لامثالهم عشان ما تتكررش. لازم طبعا يكونوا عبره لامثالهم، هم ده مش عايز اقول لاهاليهم والله، بس المنظر فوق بنخش المحكمه ما بلاقيلهمش جاي الناس اللي هم مجرمين. طبعا عن جد زي ما قلت لحضرتك، من شاب علشان شاب عليه، كلهم كده. محامين كتير، 7 محاميين
طب ربنا مقدرك تجيب 7 محاميين وطالع عشان انت تاخد موتوسيكل من واحد تاخد روحه قبل الموتوسيكل. موتوسيكل ده انت جايب 7 محامين يعني، يعني الناس مقتدره ايه يعني؟ فاهماني؟ ده اساسا في اعترافات الاتحاد بتاع النيابه العام معترفه اللي يعني واحد منهم اللي اسمه محمود الكلا ده واخرهم يطلعوا يجيبوا مصاريف. مصاريف بروح عيل؟ امال لو عايز تكون مستقبلك تعمل ايه؟ هو طالع يجيب مصاريف كده اللي هو بقول له واحد هجيب لك باكو تعالى معايا وهتاخد لك باكو. يعني محمود الكلا ده بيقول لي ابن اخته، ما هو فيهم واحد. امال الخمسه المجرمين والسادس اللي شاري منهم المكنه فيهم واحد معاه ابن اخته، ابن اخته فرق بينهم وبين بعض في العمر سنه، بس هو ابن اخته. فبقول له تعالى اجيب لك مصاريف وتعالى معايا بآخر بصراحه كده ان انا هجيب لك هنجيب حاجه مكنه من دمياط ويا عم هديك باكو. مصاريف، اما مصاريف بياخد فيها روح واحد. امال لو واحد هيكون مستقبله وهيتجوز هيعمل ايه بقى؟ يخش يفجر بيت باللي فيه مثلا؟ طبعا خلاص قلت اللي عندي اهو. وطبعا انا مع يعني اخويا يعني عزيز علينا جدا وتقهرنا جامد طبعا وخلاص، لان ده بني ادم طيب جدا وهيأثر فينا طول العمر، لكن ده دول مش هيبقوا على قد اخويا، دول هيأذوا ناس تانية كتير. وانا حق اخويا عمره ما هنسيبه، وبطالب اهو من القضاء العادي لاخر مره، وبرضه لا مش هبطل، مش اخر مره، احنا عايزين حق اخونا طبعا. دول لازما محاكمة عادلة، محاكمة عادلة يعني بنطالب بالقصاص. المطالبة بالقصاص كان مطلب أهالي محمد في أمام محكمة مجمع دمياط، مجمع محاكم دمياط في آخر جلسات المحاكمة بتاع المتهمين بقتل محمد وأزهقوا روحه وسرقوه بالإكراه. كانت مطالبة بالقصاص هي مطلبهم، وإحنا كنا معاهم النهاردة عشان نوصل صوتهم ونتابع القضية إن شاء الله. في نهاية الجلسة هيتم الحكم أو التأجيل، هنتابع مع حضراتكم في نهاية الجلسة. بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية اللايف كات، معكم منى عبد الله من محافظة دمياط، شكرا لمتابعتكم.